المهندس أحمد عبد الظاهر، عايز أعرض عليكم معروض مشروع عملته، آخر مشروع عملته هو مشروع الـ IoT. توكلنا على الله. يعني إيه يا جماعة IoT؟ IoT دي يعني Internet of Things، يعني بتحكم في دايرة من خلال الويب سايت عندي، دايرة أعملها منفصلة مثلا حاططها في البيت، وأنا دلوقتي في الشغل بدخل على الويب سايت اظبط فيها اعمل لها اون اوف، برضو بقرا من الدايره دي قرايات سنسورز على الويب سايت بتاعي. طيب الاي او تي بروجكت ده، الاي او تي بروجكت ازاي بيشتغل؟ في دايره بتريد السنسورز اللي عندي، السنسور دي عباره عن تمبريتشر وهيوميديتي وانالوج سنسور. انا السنسور ده انا حاطه عشان اغير الفولت اللي فيه، هو عباره عن بوتنشيومتر، مجرد ان هو بس يوضح لنا سرعه استجابه الدايره، والدايره سرعه استجابه الموقع لتغير قيم الدايره. ماشي، يبقى انا عندي بقى من البروجكت ده فيه ايه؟ في بريد سنسورز، ثلاثه سنسور تمبريتشر هيوميديتي وانالوج سنسور، وبعمل برضه من خلال البروجكت ده اون اوف لثمانيه ريلايز. عندي ثمانيه ريلايز في الدايره بعملهم اون اوف عن طريق الموقع بتاعي. يبقى الموقع بيقرا هيوميديتي وتمبريتشر وسنسور وبيعمل ايه؟ وبيعمل اون اوف لثمانيه ريليز او ثمانيه سويتشز عنده. ماشي؟ بروجكت باتس عباره عن ايه؟ البروجكت ده بيتكون من ايه؟ من اي او تي سيركت وانترنت ويب سايت. الاي او تي سيركت اللي هي بتقرا السنسور الهيوميديتي والتمبريتشر والسنسور، وهيبقى عليها الريليز اللي هو 8 ريليز او 8 سويتشز اللي نبقى منهم اون اوف من خلال الويب سايت. يبقى انت عندك البروجكت بارت عباره عن ايه؟ اي او تي سيركت وانترنت ويب سايت. طيب الاي او تي سيركت بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجه اسمها نود ام سي يو اي اس بي 8266 دي اي سي. اي سي الاي سي من خلال اي سي دي انت بتقدر تكونكت على النت او على الواي فاي بتاعك، تاخد اي بي ومنه تقدر تدخل على النت. النود ام سي يو دي بترتبط بايه؟ بترتبط ب ال سي دي عن طريق اي 2 سي. اي 2 سي بروتوكول اتش سي ال واس دي اي، اتش سي ال واس دي اي بالنود ام سي يو. ماشي؟ بعد كده الدايره دي برضو فيها ايه؟ فيها بي سي 8574، ده عباره عن اي 2 سي لباراليل بورت ل 8 بينز. بدخل هنا الاي او سي اتش تي ال واس دي اي من خلال النود ام سي يو، واطلع هنا على البورت ده اللي هو عباره عن ايه؟ 8 ريلي. وعندك برضو هنا في الدي 3 مربوط بالهيوميديتي تمبريتشر سنسور، بتوصل بالفي دي دي والجراوند والداتا موصل على دي 3. يبقى دي 1 اتش سي ال، دي 2 اتش تي دي اي، اس دي اي بتاع الاي 2 سي، والدي اتش 3 بتاع الهيوميديتي تمبريتشر سنسور اللي هو دي اتش تي 11. بعد كده هنا انا موصل على الانالوج بين بوتنشيومتر، بغير فيه عشان خاطر يديني قرايات مختلفه يقراها الانالوج بين، وتقرا النود ام سي يو وهتظهرها هنا على الشاشة، وبرضه هتبعتها للسايت أشوفها كقيمة. دي يا جماعة أنا حاططها عشان خاطر أوريك سرعة استجابة الريسبونس للدايرة لما أغير في البوتنشيومتر ده، سرعة استجابة الدايرة للتغير في الفاليو إيه اللي هي داخل الإير نوت، وبالتالي الموقع سرعة استجابة الموقع لهذا التغير. طيب الموقع عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن temperature، بيعرض قيمة temperature اللي هي الدايرة قايساها، humidity برضه بيعرض قيمة الهيوميديتي اللي الدايرة قايساها، وسنسور اللي هو برضه السنسور اللي الدايرة قايساه. هنا بتحكم عن طريق 8 بنز بنسميهم انا بورت ايه؟ في 8 ديفايسز، لامب 1، لامب 2، لامب 3، لامب 4، لامب 5، 7، 10، 8. بتحكم في 8 ديفايسز او 8 ريليز اون او اوف. هنا بقى الستيت بتاعته اوف، اون اون، اوف اوف، اللامب 8 اوف.
وهنا طبعا بغير الايه الاستيتس بتاعته على حسب ما انا شايف، والدايره على طول بتظهر التغير ده فيها. ماشي؟ طيب السايد فيشرز ابديتد، الداتا ابديت كل 2 ثانيه، كل ثانيتين بعمل ابديت للفاليو اللي جايه من السيركت. فيرست سي بارامتر ريد فروم سيركت ايميديتلي. هاف 3 بارامترز، تمب هيوميديتي سنسور، والسنسور ده عباره عن كونشيومتر. انا حاطه هنا بس عشان خاطر اوريك صوره استجابه تغير الفولت، الدايره لتغير الفولت. عندك برضه 8 سويتشز ب 8 ريليز، بقدر اعمل لهم اون اوف عن طريق السايد بتاعي. طيب تعال بقى نشوف الدايره نفسها شغاله ازاي. بص الدايره اهو، اهو السايد بتاعي وهي الدايره بتاعتي. الدايره بتاعتي، ثواني كده يا جماعه بس عشان حاطط مشكله في الدايره، مش قالي ثواني هعمل بوز اصلح الدايره. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، نواصل الدايره. ده البرنامج بتاعي، الموقع اللي انا عامله ده الموقع اسمه كذا، وهنا التمبريتشر، وهنا الهيوميديتي، وهنا السنسور، وهنا الريليز اللي هي عباره عن ايه الليدز دي. ماشي؟ هنا بنشوف طبعا زي ما احنا شايفين ده لايف يا جماعه، الدايره دلوقتي التمب 26 26، هيوميديتي 45 45، سنسور 77 77. ماشي؟ طب حبيت اغير في السنسور، اغير القرايه مثلا، شوف كده هتبقى كام؟ 100، وصل عندي 100 في نفس اللحظه تقريبا اللي بتغير فيها الدايره، بتغير فيها 85 زي ما احنا شايفين، 85 75 69 69. ده يا جماعه لايف، دي الدايرة بعيدة تماما عن الكمبيوتر، بعيد عن أي حاجة، وده السايت بتاعي. ماشي؟ طب هنا بقى الإيه الليدز بتاعتي. عندك أول ليد منورة من الناحية دي، وآخر اتنين ليد منورين والباقي مطفي. تعالى طب نغير إيه في اللمب 2 اللي هي الليد رقم 2، نشوف كده خليها أوف، في نفس اللحظة تقريبا بقت أون. نخليها أوف، طفت، نخلي مثلا الليد رقم 5 رقم 6 رقم 6 اون مثلا، هي اوف دلوقتي، خليها اون. تمام، نقفلهم مثلا كلهم يا جماعه، ايه اللي هيحصل؟ نولعهم كلهم، سوري كده ولعناهم كلهم. نطفي الاخر واحده خالص، طفت، تانية طفت، الاولانيه هنطفيها برضو. ماشي؟ اوف. طبعا زي ما احنا شايفين السنسور الدرايات دي هي نفس الدرايات دي تماما. نلعب شويه في الانالوج انبوت، انا بقى 75 وصل عندي 75. شكرا يا جماعه لحسن استماعكم، واتمنى ان تكونوا استمتعتم بالدايره دي، وشكرا لكم. السلام عليكم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، انا المهندس احمد عبد الظاهر، عملت برنامج بالاتميجا 32 مايكرو، وحابب يا جماعه افرجكم عليه. ماشي؟ البرنامج او البروجكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ال سي دي متصل بالمايكرو كنترولر، وكي ماتريكس او الكي باد متوصله برضه بالمايكرو كنترولر، وعندك ثلاث ليدات ريد جرين بلو متوصله بالمايكرو كنترولر، وليد وليد ثانيه اسمها الاي سي، دي بتفتح الاير كونديشن، المفروض بتوصل بريلي. انا موصلها بليد عاديه. هنا بزر بيزمر لما عدد البرنامج فيه لوجن، بتلوجن ثلاث مرات، اذا فشل اللوجن بيزمر. بعد كده عندك هنا تمبريتشر سنسور بيقيس التمبريتشر، بيقيس التمبريتشر ويقرا القرايه بتاعتك. طيب نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، نشغل البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه press any key to start، هندوس كده بيقول لك enter name، النيم اللي انا هحط 1 2 3 4، بعد كده بدوس enter اللي هي الزرار ده، بيقول لك enter password 4 1، enter برضو.
هنا دخلك على الشاشة الأساسية الليد أو الـ AC أو الـ Temperature. تعال ندخل كده على الـ AC على الليد سوري، مديك 3 ليدات الريد والجرين والبلو، تختار واحدة فيهم تخليها أون أو أوف. ندوس مثلا رقم 2 الجرين نخليها مثلا أون أون، ندوس رقم 1 فعلا بقت أون، ندوس أوف خليها 2 هون اوف باك يرجعك تاني للمنيو الاساسيه. كذلك بالنسبه للليد الريد والبلو، نرجع باك تاني ندخل على القائمه الاساسيه الاي سي. اي سي اللي هي الاير كونديشن، اللي هي ده عباره عن ريلي، ممكن تشيل الليد دي وتحط بدلها ريلي. نخلي اي سي رقم 2 يا اما اون اوف يا اما باك، خليه اون طبعا نور، خليه اوف حاجات فيه، نرجع تاني 3 باك ليت جرين اي سي. تمبريتشر بيقيس التمبريتشر، اكبر من 28 بيولع اي سي الاير كونديشن، لو اقل من 21 بيطفي 3 temperature. ونشوف ايه اللي هيحصل. temperature is 28 C AC is on. تعالى طب نقلل ال temperature شوية كده، temperature 27 relay is on. أول ما يوصل تقريبا ل 21 هيفصل، يوصل ل 21 أيوة كده احنا وصلنا ل 21 temperature is 21 AC is on، قفل AC. هنرجع باك كده خلاص، كده خلاص البرنامج تقريبا اشتغل. عايز بس اجرب لكم الحته بتاعت الفيلير لما يحصل في اللوجن، هنقفله دلوقتي. لما يحصل فيلير في اللوجن المفروض البازر ده يزمر. ده مثلا انتر يوزر اي حاجة واحد مثلا، ادخل انتر سكريبت نيم، دوس انتر، انتر نيم، حط نيم اي حاجة 3 مثلا، انفاليد نيم، دوس انتر، انتر نيم، خلي مثلا 6. المفروض دلوقتي عايز كده زمر يا جماعة، ليكوا يا جماعة، شكرا ليكوا يا جماعة، شكرا ليكوا يا جماعة، وأرجو إن الدايرة تكون عجبتكم. شكرا، مهندس أحمد عبد الله.